صباح الحب، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة كمان. صباح الخير مشاهدين الكرام، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج استراحة. العرفان بالجميل ده شيء جميل، العرفان بالجميل نوع من أنواع التقدير أحسن عليها الله تعالى في القرآن الكريم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن عليه السنة برضه في قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. في البداية أحب أرحب بزميلتي ياسمين. صباح الخير ياسمين. صباح الفل يا صباح الفل ياسمين برضه. مش عارفة أقول لك إيه والله، أنا ياسمينتين على سمر، الموضوع صعب النهاردة. استني بس لازم أقول لك حاجة، الطرحة مظبوطة تمام؟ يا لا ده القمر بداية كده ومش تخين عشان إحنا تعبنا نفسيا، صدقني أنا سمر تعبنا نفسيا. صباح الخير يا سمر. صباح الخير عليكم، صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الضحكة الحلوة وكلمة الشكر اللي من القلب اللي هتكمل معانا لآخر الحلقة، صباح الخير على أجمل ياسمينتين معايا النهاردة، صباح الخير عليكم. ينفع كده شردتني في بداية الحلقة. ماشي يا ياسمين، ماشي يا ياسمين. طيب العرفان بالجميل شيء حلو جدا، واحنا طبعا بنحب ده، النفس بتحبه، بدليل ان القرآن ذكره زيادة عن 75 مرة فيه. تمام. وانا نفسي بقى بحب اشكركم عشان انتوا دايما تظبطوا لي الطرحه في البدايه يعني. خليني اقول لك حكايه عن العرفان بالجميل دي. كان عندي مدرس في اعدادي، في اولى اعدادي بالظبط، كان اسمه مستر ممدوح، لازم افتكره الصراحه. كمان الاسم. كان المستر ده يفضل يكتب على السبوره معاني الكلام والمفردات بتاعتها، فاحنا يا مستر احنا تعبنا، انت بتكتب كتير ليه؟ احنا بجد تعبنا، لما تكبرها تعرفه، لما تكبرها تعرفه. عايزه اقول لك بجد لغايه لما وصلت للكليه الكلام اللي هو كان بيكتبه بلاقيه، اللي هو يا حرام بيكتب بضميره، اللي عايز يوصل المعلومه اللي هو خدها من الناس ولا ايه. بصي، هو انا بشوف ان العرفان للجميل هو من اجمل الحاجات اللي ممكن نقابلها في حياتنا او في يومنا كل يوم يعني، بس زي ما بنشوفه من الناس بنلاقيه صعب على ناس كتير. بحس ان العرفان بالجميل ده بيبقى تقيل عليهم قوي ومش قادرين، لا يعني انا خلاص انا نجحت، يعني مين اللي اكتشفني؟ فنسيت. مين خد بايدي لما وقعت في طريق نجاحي؟ مش فاكر اصلا. ففي ناس كتير برضو بيبقى تقيل عليها الموضوع ده. ده حقيقي. مش ولو ما كانش الشكر دوت مهم ما كانش عمله في اللي هي زي عارفه انت اللي هو في ماتش كوره او في بطولات في مكافاه. تمام. لان النفس بتحتاج دوت، بس في ناس بقى بتنكر ده، بتقابلنا كتير جدا، موجودين كتير جدا الناس دي فعلا بنكر الجميل حقيقي. هو انا من الناس اللي بحبها جدا وبشوفها ان بتعمل ده قوي، وفي كل حاجه بتطلع فيها بتكن العرفان بالجميل لكل حد واقف معاها، هو المطرب تامر حسني. بصراحة كنت لسه بشوف له كده فيديو من قريب بيشكر فيه بقى الأستاذ نصر محروس طبعا، والأستاذة سلمى الشماع، لأن هما سلمى الشماع طبعا من الناس اللي طبعا من اللي اكتشفته وخلت أستاذ نصر محروس يكتشفه وإن هو يعني يطلعه على الساحة ويوصل لنا صوته، فلقينا ان هو اصلا بيشكرهم على طول، دايما من الشخصيات اللي دايما بتعرض ده. وطبعا كمان الفنان عادل امام. طبعا كان فاكرين انتوا بالظبط زكي جمعه، مؤخرا عرفنا مين هو زكي جمعه، هو الحد اللي علمه التمثيل. طبعا هو ذكره في مسرحيه مدرسه المشاغبين من زمان، لما كان بتعرفوا مين زكي جمعه؟ فاكره؟ ايوه فاكره. تمام. فهو يعني بعد 80 سنه، لما بقى عنده 80 سنه عرفنا مين زكي جمعه. بصي هو فاكر برضو يا سمر، اثبتت ان الناس دي بتبقى عندها اسلوب راقي. تمام. ان اللي بيعترف دايما بالجميل مين اللي طلعه ومين اللي ظهره، ده بيبقى عندهم اسلوب راقي، مع ان ديننا برضو مربينا على كده، بس في ناس بقى بتشوه العلاقه دي، اللي بينكروا الجميل ده بنقابلهم والله بقى يعني كتير في حياتنا، بس زي ما بنشوف كده بنلاقي العكس طبعا. بس لما تلاقي نفسك كده، نصيحتي يعني للناس اللي بتنسى الناس اللي وقفت معاها، انت بص قياده النفس دي صعبه قوي. صح. ان انا اقيد يعني اجبر نفسي على حاجه انا مش حابه اعملها او مش متعود اعملها، فدي بتبقى صعبه عليا، بس لازم الزم نفسي على السلوكيات الصح، ومن اهمها العرفان بالجميل. فعلا العرفان بالجميل شيء مهم جدا، بس هناخد مكالمه ونرجع نتكلم مع بعض تاني. الو، خطأ المكالمة قطعت. كنت عايزة اتكلم. لا ارجع كلمنا تاني. ارجع كلمنا تاني عشان ياسمين عايزة تتكلم. انا عايزة اتكلم، عايزة ابهر الناس. طب انتوا قابلتوا في حياتكم حد كان لكم العرفان بالجميل، او لقيتوا حد بيشكركم على حاجة بسيطة حتى لو عملتوها؟ انا؟ انا ممكن اتكلم؟ ايوه طبعا. انا كل الناس بتكرهني. ليه؟ طب ياسمين، الراجل مش راضي يزعلك او الست مش راضي تزعلك، جالنا اتصال تاني اهو. اتفضل. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الو الو الو، السلام عليكم. ممكن نعمل ده؟ خلاص اتفضلي، انت معانا على الهواء. اتفضلي.
والله انا بطبع عليكم كلكم، انتوا ثلاثه عساكير وامارات كلكم. ربنا يخليك يا رب. والله يعني مش عارفه اقول لكم ايه، انتوا صباحكم مغشوش وجميل ومتحسنه بالتفاؤل كده والنشاط على الصبح. ميرسي. قولي لنا بقى حضرتك تحبي تقولي شكرا لمين في حياتك؟ شكرا لحد، لاي حد جنبي كان صديق بمعنى الكلمه، وكان قطع الاتصال. مفيش مشكله يعني، هي مداخله جميله بس بجد فعلا مداخلتها جميله يعني، وفي طاقه كده في صوتها. ايوه دخلت السرور على قلبنا بصراحه. عايزه اقول لك حاجه، مكالمتها دي والله فكرتني بحاجه كويسه جدا. كان في دكتور جات لي فتره تعبت في حياتي اسمه دكتور عادل بشرى، رحت لدكاتره كتير جدا، لفيت والله العظيم لفيت بجد. هو على فكره ما كانش التخصص بتاعه اصلا المرض اللي عندي، فرحت له قال لي لا ده هيتعالج واداني علاج، وبيسالني كذا مره على كذا حاجه تانية مثلا مش تخصص ده بس، لا يسالني طب حصل لك كذا، طب حصل كذا، يتابعني، لا تجي لي مثلا الاسبوع الجاي نعمل حاجه، نعمل تشيك اب على حاجه تانية. اللي هو بجد يعني دكتور عنده ضمير، عنده ضمير جدا. الضمير ده مهم جدا اصلا في كل حاجه بصراحه. ايوه وده من الناس اللي فعلا معاكي حق انك تشكريهم، لان بجد دول بيبقى انا بشكره جدا. أيوة. لانه يعني حافظ على الحاجه اللي هو درسها، حب يديها بقلبه، اللي هو أيوة. يدي بيفيد الناس مش بس عايز. طب تقولي ايه بقى في المقوله بتاع اتقي شر من احسنت اليه؟ في ناس كتير بتخاف تحسن لحد وتلاقي ده عكس، والمقوله دي على فكره ليها يعني ليها تكمله الناس مش عارفاها، بيقول لك اتقي شر من احسنت اليه بزياده الاحسان. هم واخدين الجزء الاولاني وسايبين الجزء الثاني اللي هو احنا هنقطع الاحسان، احنا عملت كتير وما لقيتش يعني. انا عملت مواقف حلوه ومش لاقياها، يبقى بس في مثل بقى بيقولوا لنا اجدادنا زمان، اعمل الخير وارمي البحر. يعني انا عملت جميل في ياسمين مش شرط الاقيه من ياسمين، ممكن الاقيه من سمر او من غيرها. فيا جماعه اعملوا الخير، ما تخلوش الناس اللي بتشوه العلاقات دي تاثر فيكم نفسيا او تاثر فيكم اني مش هعمل خير تاني، او يكون ده خلاص ده الفيصل اخر واحد اعمل فيها خير ياسمين لان ما تمرش فمش هعمل. لا يا جماعه اعملوا وخلوها لوجه الله، لان انا في قصه فعلا مرت عليا، كنت بعمل جميل بس مش مستنيه الرد، بس اول لما لقيت الشخصيه دي اسأت لي انهارت وعيطت واتشائمت، قلت طب لا. وخدتي قرار ان انت تقطعي الاحسان؟ في ساعتها بس سرعان كده ما ربنا الحمد لله قال لي انت كنت عاملاها لياسمين مثلا ولا لربنا؟ لربنا فعلا. فانت لو عاملاها لربنا ما كنتيش هتندمي، يبقى انت عاملاها لياسمين واجرك ضاع. ومن ساعتها فوق اي ما اعمل جميل في اي حد يبقى لوجه الله، وفعلا من ساعتها ربنا كرمني وما زعلش بقى ان عملت في سمر ما تمرش او عملت في لا خلاص انا بعمل لله. أيوة والله فعلا. على فكره ما بتاثرش، يعني لو قابلتي الشخص ده سمر مش هتزعلي. ما هي دي بقى قياده النفس اللي بقولك عليها، يعني انت حتى في غضبك بتعرفي تسيطري على نفسك، بتعرفي ما تاخديش قرار في وقتها وقت الغضب يعني، وبعدين بتشوفي ان انا عملت ده ربنا، فانا مش مستنيه حاجه منك يعني، حتى لو انت ذكرتني شكرتني ما شكرتنيش فانا عملت ده مش سمر. ليك انا عملت ده كمان لنفسي، لان انا في ناس انا من الناس اللي سمر معلش هناخد يعني مكالمه ثانيه، مكالماتنا كتيره النهارده. فالو اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا الاول بس حابب اطبع على احلى ياسمينتين في الدنيا كلها وسمر طبعا. صباح الخير عليك. صباح النور يا فندم على عيونك. الله يخليك. صباح النور. اتفضل. ازيك يا استاذ سمر؟ ايوه ازاي حضرتك؟ لا انا عرفت صوتك الحمد لله. يا سلام انت رجالي والله. والله يعني انا من هنا بكن لك كل العرفان بالجميل طبعا على اليوم الجميل اللي حضرتك رحبت بينا فيه، والمقابله الحلوه، وكان احلى شغل اشتغلناه مع حضرتك بجد. طبعا ده اللي المشاهدين هيعرفوه يعني اخر الفقره. ايوه. يا رب يخليك يا رب يا استاذه، يا رب يخليك وناركوا زي العسل ان شاء الله. تسلم لنا يا استاذ اسماعيل، ميرسي لحضرتك، ميرسي جدا. يا استاذ سمر ده اقل حاجه ليك، وطبعا كنت اتمنى الياسمينتين دولت يبقوا معانا، بس ان شاء الله مره ثانيه. ان شاء الله مره ثانيه نبقى مع حضرتك. سؤال قبل ما تقفل. اتفضلي يا فندم. تحب تشكر مين يعني عمل لك جميله وتحب تشكره يعني؟ هم ثلاثه في حياتي بعد ربنا سبحانه وتعالى. ابويا وامي ومراتي، ماليش غيرهم بعد ربنا. ربنا يخليهم لك يا رب، ربنا يخليهم. يا رب الناس دول استحملوا وصبروا وعملوا عشاننا كتير قوي والله. دي حاجه كويسه ان انت عندك عرفان بالجميل، يعني شيء كويس. لا طبعا لا لازم، لا لسه حضرتك قايله في بدايه الحلقه حضرتك. أيوه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ايوه فعلا معاك حق. اللهم امين وربنا يخليهم لنا يا رب. امين يا رب ربنا يخليهم. انا حبيت بس الاول اخش اطبع عليكم. صباح جميل طبعا، احلى صباح واحلى نهار. ربنا يخليك يا رب. ربنا وانت عارفه يا استاذه سمر والله العظيم ما بصحاش دلوقتي خالص، بس طبعا بتفرج على اخواتي. يعني ميرسي لتعبك والله معانا، انت مكالمتك ومداخلتك جميله جدا على قلوبنا والله. والله تسلم لنا. يا رب تسلم لنا. من ذوق والله، والله من ذوق. ميرسي يا استاذ اسماعيل، تسلم لي يا رب، تسلم لي.
انا بحب قوي الشخصيات الناجحه اللي بتفتكر دايما مين اللي ظهرها ومين اللي وقف جنبها. أكيد. يعني مثال بصراحه كويس جدا، ربنا يكتر من الشباب اللي دايما تفتكر والله بجد فضل اهلهم، لان بجد الاهل اكتر ناس بيقفوا جنب اولادهم ودايما اكتر ناس مهدور حقهم بصراحه. يعني انا برضو في حاجه عايزه اعمل فوكس عليها، العرفان بالجميل لنفسي، دي بقى مش موجوده عند اغلب الناس. دايما بشكر الناس، بس في ناس بتنكر ذاتها وبتنكر مجهودها وبتنكر تعبها ونجاحها احيانا، اللي هو يتعبوا ويوصلوا يقول لك انا مش حاسس ان انا وصلت لحاجه، لا لا انا ما عملتش حاجه، فده طبعا بنقابله ومش حلو. لا هو فعلا يا سمر، بس هنحب نقول برضو دايما اللي هو ايه، في مقوله بتقول اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد، فدي حاجه برضو تدل على كلامك دوت حقيقي. وياسمين عايزه تقول لنا ان الحلقه خلاص بتخلص. لا لا لسه معاكوا وقت، يعني لازم نقول ياسمين تحب تقولي ايه. ايوه طبعا. تقولي شكرا لمين ياسمين؟ قولي لي. لا ايوه، لا ده لازم أخويا. تشوفوا بقى القصه دي من ياسمين يا جماعه، لان بجد احنا بره خليتنا داخلين الحلقه، التفاؤل اللي انتم شايفينه وكلمتونا عليه ده من خلال ياسمين يا جماعه. بصوا يعني انا كل لبسي تقريبا من احمد اخويا، انتوا عارفين حاجه زي دي، دولابه كله انا اللي بلبسه. بشكرك يا احمد بجد انك صبر عليا، هو مش راضي يطردني من البيت يعني عشان انا بنت بس. لا انت طيوبه يا ياسمين بصراحه، ومعلش يا احمد على الهدوم يعني، بس بصراحه انت مخليها كائن جميل جدا بهدومك، يعني انا ما بشوفها في هدوم بناتي مش بلا ما بعرفها هي كده جميله صح. دي حقيقه. نشكرك يا احمد مع ياسمين برضو. يلا يا سمر تحبي تقول لنا ايه؟ لا والله انا حابه اقول شكرا لكل حد واقف في حياتي، لشوف الناس اللي في شغلي وناس صحابي واهلي، شكرا جدا ليكم، والبنتي اللي احلى حاجه في حياتي ومامتي، شكرا جدا ليكم. عايزه اقول كمان لكل مبدع انجاز، ولكل شكر قصيده، ولكل مقام المقال، ولكل نجاح شكر. بما ان حلقتنا النهارده عن العرفان بالجميل، طبعا جوانا كلام كتير وعبارات كتير بيتوجه كلمه الشكر اللي من القلب. النهارده حلقتنا عن العرفان بالجميل، معانا تقرير كده صغير عن استاذ اسماعيل اللي كان لسه معانا في المداخله دلوقتي، قد ايه هو شخص عرف طريقه بدري جدا، من هو سنه صغير قدر يحقق نجاحات كبير على الرغم من الناس اللي في سنه لسه ما عرفوش اصلا هيعملوا ايه في حياتهم. تعالوا كده نشوف التقرير، بجد احنا بنكنله كل العرفان بالجميل، وتعالوا نشوف هو بيشكر مين وتعب ونجح وقام ووقف ومين سانده في طريقه. تعالوا معانا نشوف التقرير، اكيد هيفرق معاكم كتير. العرفان بالجميل هو سر من اسرار النجاح، عشان كده قررنا في برنامجنا ننزل نرصد قصه شاب ناجح قدر في سن صغير جدا يدير شغل باباه لحد ما ربنا كرمه وبقى ليه شغله الخاص، برغم من سنه الصغير قدر يحقق نجاحات كتيره. تعالوا نشوف. ايه دور والدك في المجال ونجاحاتك اللي انت حققتها، وليه اخترت المجال ده بالذات؟ والله انا دور والدي ان الحمد لله الحمد لله وعيت على الدنيا، لقيت سمعه طيبه جدا لي، ولقيته الحمد لله صاحب خبره كبيره جدا في مجال التنجيد، فانا حبيت ان انا اكتسب منه بعض الخبرات وانا اطور واكبر اللي هو عمله. ليه اخترت المجال ده بالذات؟ اخترته عشان خاطر حابب ان انا اكمل اللي والدي عمله، وحابب ان انا اخلده، وحابب ان هو يكون له اثر في المجتمع، ونفسي ابني ان شاء الله ان شاء الله باذن رب ربنا يديله طول العمر ويبقى راجل قد الدنيا يكمل اللي انا ووالدي بنبنيه. انت طبعا ما شاء الله مش ده الفرع الوحيد، ايه اللي ساعدك ان انت تفتح اكتر من فرع، وايه اللي بيميزك في المجال عن غيرك؟ اولا تنفيذ المواعيد، لازم كل حاجه تبقى في ميعادها المظبوط. ثانيا حاجه اسمها دقه التنفيذ، لازم يبقى عندي دقه وانا بنفذ كل حاجه بعملها. ثالثا وده الاهم، جوده الخامات، لازم اجيب اعلى واجود الخامات اللي موجوده في السوق كله. في السوق طبعا بيبقى فيه انواع كتير من الاقمشه، ايه اكتر نوع من القماش بيبقى عليه تداول وعليه الطلب عندك؟ عندي في المستورد عليه ضغط كبير قوي الايام دي او الفتره دي عامه، دي حاجه طالعه موضه وشكلها شيك جدا وعمليه جدا. المستورد بقى بانواعه، حاجه زي الجلد المقلوب، هامر، الجاكوار، انواع كتير جدا بصراحه. طيب قول لي، ليه الناس تجي لك انت وما تروحش لحد تاني؟ عشان خاطر الحمد لله الحمد لله فضل من عند ربنا، انا لما بطلع حته قماش، القماش بتاعي بطلعه بضمان، انا الوحيد بيتهيألي اللي في الزيتون الامريه اللي بطلع القماش بتاعي بضمان. يعني ايه ضمان؟ يعني العميل لو جه خد مني حته قماش ومثلا لقاها بعد وقت نسلت وبرت اللون بتاعها غير، اكيد اكيد شور لازم اغيرها له في اللحظه. نتعامل معاه لينا حوالي 40 سنه وشغله جميل جدا، وعامل جهاز بناتي ليها 14 سنه، اقسم لكم بالله اللي الطقم اكنه ما حدش قاعد عليه، وعندهم حاجات جميلة جدا، وتعالوا جربوا وتعالوا شوفوا على الطبيعة. هو راجل يعني خبرة في المجال بتاعه، بقاله أكتر من 20 سنة وزيادة شغال في المجال دوت،
وجي طبعا اسماعيل ابنه بيكمل مشوار ورا منه وبيفتح برضو حاجه بتخص نفس المجال اللي هو موضوع الاقمشه. فانا طبعا بحب اقول له الف مبروك وان شاء الله فتحه خير عليك. انا جيت هنا خدت طقم فرش عامل انتريه ومشوا عجبني وثمنه معقول واحسن من السوق بره وارخص وحاجه كويسه، ووالده هو اللي نجده لي. طبعا والدك كان متخصص في مجال التنجيد، انت ليه بقى اخترت مجال الاقمشه بالذات؟ لقيت ان الاقمشه فيها اذواق كتيره جدا ومتعدده، بس التاجر الشاطر اللي يتعامل مع كل ذوق وينمي الذوق اللي جواه ويطلعه احلى ما عنده. انت حضرتك بتشتغل في يعني التنجيد الجديد بس، ولا بتقدر تعيد تدوير الحاجات القديمه من تاني؟ ده وده، بشتغل فعلا جديد. اي حد مثلا بيجيب لي صوره بضطر انفذها من على النت، سهله جدا، او اي صوره هي عجبته بنفذها. واي حد برده بيجيب لي اي طقم قديم مهما كانت مثلا مده استهلاكه، انا بقدر اخليه جديد نوفي. استاذ اسماعيل سامي من محلات سامي للاقمشه والمفروشات، لو طبعا عايزين نقدم عرض او عروض للناس اللي بتشوفنا دلوقتي، ممكن نقدم لهم ايه او استاذ اسماعيل يقدم لهم ايه؟ واحنا كده كده اوريدي الحمد لله بفضل الله، اول ما فتحنا انا عملت عرض قد يصل الى 40% خصومات، ده بمناسبه الافتتاح طبعا فرع الاقمشه الاول وان شاء الله مش هيكون الاخير، وبناء عليه ان شاء الله العرض ده ممتد لحد ان شاء الله نص السنه الجديده. وان شاء الله في نهايه الحوار انا حابب اشكر كل الناس اللي قدمت لي سبورت اول ذا تايم، منهم والدي والدتي وزوجتي، ربنا يخليها لي يا رب، مراتي هي كل حياتي، هي الوحيده اللي استحملت وصبرت معايا لحد ما هي الحمد لله قدرت اقف في اول الطريق اللي ان شاء الله مكملين عليه الى ما لا نهايه. انا حابب اشكر والدي والدتي وزوجتي، ربنا يخليها لي يا رب، مراتي هي كل حياتي، هي الوحيده اللي استحملت وصبرت معايا لحد ما هي الحمد لله قدرت اقف في اول الطريق اللي ان شاء الله مكملين عليه الى ما لا نهايه. في ختام تقريرنا حابين نوصل رساله مهمه جدا، اول حاجه اوعى تنسى اي شخص ساعدك في طريقك ومشوار نجاحك، تاني حاجه طول ما احنا بنتنفس ده معناه ان لسه عندنا فرصه للنجاح. كان معاكم سمر عبد العظيم، برنامج استراحه.